في إطار استراتيجيتها الرامية لتعزيز جودة الحياة الصحية من خلال إرساء منظومة صحية رائدة عالمياً، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مختبر ابتكار لتصميم الإطار الوطني لجودة الحياة الصحية. ويهدف الإطار الوطني إلى تجسيد رؤى واستراتيجيات الدولة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة للوصول بالمجتمع ليكون الأسعد والأكثر صحة عالمياً، وبناء وترسيخ شراكات مؤثرة بين القطاعات المختلفة وتعزيز الابتكار في مجال جودة الحياة الصحية. اختتمت يوم أمس منافسات سباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدما الذي نظمته هيئة أبوظبي للتراث ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان التراث البحري. جرت منافسات السباق الذي أقيم على كورنيش أبوظبي لمسافة 4 أميال بحرية في 4 أشواط بألوان عالم الدولة وبمشاركة 1156 بحارا تم توزيعهم على 68 قاربا بمعدل 17 بحارا في كل قارب مع السكوني. وشهد المسرح الرئيسي لمهرجان التراث البحري تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في أشواط السباق. نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية فرع خرفكان احتفالية كبيرة في سوق شرق القديم، وذلك بمناسبة النصف من شعبان، والتي تعتبر من المناسبات التراثية والشعبية والدينية التي تعزز الاهتمام بالتراث والعادات وتحيي العادات القديمة كي لا تندثر في خضم التطور الحضري، كما أنها تعد مرحلة استعداد لشهر رمضان الكريم.